بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، نرحب بكم في بداية العام الدراسي الجديد، وإن شاء الله عام دراسي مكلل بالنجاح والموفقية لجميع الطلبة. Our subject to this year حقيقة هو مادة الكوميونتي ميديسن، راح ندرسها لكم. مادة الكوميونتي ميديسن بيها عدة مواضيع، فالفيرست كورس راح يكون موضوع البايوستاتستيك. راح اعطيكم اياه اني دكتور عادل، سبق وان درستكم قبل سنتين عدة مواد، من ضمنها على ما اذكر مادة اساسيات الطب، مادة اخلاقيات الطب، وكذلك مادة المصطلحات الطبية. نيجي على الستاتستيك، هو راح نعطيكم فد انترودكشن بسيطة، ونعطيكم بعض التعاريف اللي هي مدخل لمحاضراتنا اللاحقة. نيجي قبل كل شيء نحكي لكم عن الريفرنس، هو هذا المهم. الريفرنس مادة الإحصاء هو اكو 3 كتب هي مصادر لطلبتنا الأعزاء في جميع كليات طب العراق. الكتاب الأول هو Biostatistics Foundation for Analysis in the Health Science، هذا كتاب يعني مؤلف باي دانيال. الثاني Introductory Biostatistics for the Health Science by Robert، والكتاب الثالث Statistical Method by George. حقيقة أهم كتاب بين هو الطلاب الطبية الدراسات الأولية، وكذلك طلاب المجموعة الطبية طبعا، وكذلك دراسات العليا يعتمدون على كتاب دانيال. فانتو حقيقة هو الكتاب غير متوفر حاليا في كلية الطب ابن سينا او جامعة ابن سينا، فواحدة من الثانية، اما تنزلونه من الانترنت او اللي يقدر يشتريه خليه يشتريه، لان هذا مهم في التطبيقات العملية. learning objective، احنا المحاضرة من نعطيها لازم بيها objective. خلينا نشوف شنو هاي الاوبجكتيف احنا مال هاي المحاضرة مالت اليوم. by the end of this lecture the student should be understand the following، لازم انت تعرف المخارج التالية من هاي المحاضرة. أول شيء definition of static and biostatic، شنو الفرق بين static والبيوستاتيك من خلال التعريف. والشيء الثاني نتعرف على الأيم، شنو الغرض من البيوستاتيك، التايب مال البيوستاتيك، الادفانتج مالته، application of biostatic. الايدنتيفاي طبعا هي الشيء الثالث، identify on the data type and source of data، راح نأجلها المحاضرة الثانية لمدة تصير طويلة المحاضرة عليكم. نجي هسه على الستاتستيك، التعريف مالته definition. It is the science which deal with أول شيء collection، بعد ال collection organization and the presentation of collecting data. إذن هو الإحصاء به خطوات، الخطوة الأولى collection من التعريف مالته، والثاني organization، والثالث هو عرض الداتا اللي جمعناها. حقيقة هاي كل هاي العمليات نسويها، الكولكشن والاورجنايزيشن والبرزنتيشن اوف كولكتنج داتا، يسمونها ديسكريبتيف ستاتستيك. زين هنا هاي الداتا عباره ما نجمعها ونرتبها ونلخصها نسوي لها لازم اناليسيس باي دوينج سوتبل تيست. زين اناليسيس اند انتربريتيشن اوف ذا ريزلت، النتيجه لازم نفسرها شنو هاي، ورا ما نفسر النتيجه على ضوء النتيجه نفسرها، ميك ديسيجن اون ذا بيسيس اوف سيتش اناليسيس. فهنا الخطوة الرابعة إذا سويناها، سوينا analysis وسوينا make decision on the basis of such analysis، هاي هنا راح ندخل بال analytic statistic. analytic statistic إذن statistic نوعين descriptive و analytic، عندما نتخذ قرار يصير analytic، عندما بس نسوي presentation of data هنا يصير descriptive. خلنا نعطيكم مثال توضيحي على مود تفتهمون الصورة وتكون مقربة فكركم أكثر. مثال على الكوفيد 19، هو هذا المرض حقيقة الغزة العالم كله ومنها العراق. أعطيكم مثال على الديسكريبتيف ستاتستيك ونعطيكم مثال على الاناليتيك ستاتستيك بنفس المرض. مثال الأول على الديسكريبتيف ستاتستيك، إحنا إذا نريد ناخذ معلومات عن أعداد المصابين حول العالم، مثلا بأمريكا، مثلا بالعراق، مثلا بإيران، مثلا بالصين، مثلا بأي دولة بالعالم. زين هاي هنا اخذنا احنا بس مجرد ارقام
ونمثلها على شكل بيرسنتج، هاي هنا ديسكريبتيف ستاتستيك. زين، اذا نريد نعرف ايش قد مصابين ميل فيميل، يعني الجندر هل هو ميل او فيميل، وايش قد مصابين هنا وهنا عن طريق البيرسنتج، هذا هم ديسكريبتيف ستاتستيك. زين، نجي على الاناليتيك، اذا نقرب لكم الفكره اكثر. اناليتيك ستاتستيك هنا الاناليتيك انها تتخذ قرار، شلون تتخذ قرار؟ على سبيل المثال الفاكسينيشن جاي هسه يشتغلون عليها بالعالم كله. زين، فهنا الفاكسينيشن جاي يشتغلون عليها، اي فاكسين هو افضل؟ زين، عن طريق يعطون، هو عن طريق ناس فولنتير متطوعين يعطون الفاكسين. اكو حاليا هسه الامريكي، اكو الفاكسين الالماني، اكو الفاكسين البريطاني مال اكسفورد، اكو الفاكسين الصيني، اكو الفاكسين الروسي. فاحنا هاي هنا ياهو الفاكسين هو الاقوى والافضل وما بي اقل سايد افكت، هنا لازم نطبق اناليتيك ستاتستيك وبالتالي نتخذ قرار نقول يابا ترى الفاكسين الروسي هو اقل كفاءة بينما الفاكسين البريطاني هو اكثر كفاءة، وبالتالي الدولة العراقية راح تستورده او اي دولة ثانية راح تستورده وتعطيه للبوبوليشن. فهنا دخلنا بالاناليتيك كان قرار به. The tool of statistics are employed in many fields including business, education, psychology, agriculture, sector, economic, bank, geometry and medicine field إلى آخره. إذا الإحصاء هو ما مختصر بس على المجموعة الطبية، مختصر على كل تقريبا نقول متداخل بكل الحياة، بيدخل بكل شيء. نرجع على البايوستاتيك، خلينا نشوف الفرق شنو الستاتيك عن البايوستاتيك. ان ترمولوجي ذا وورد، مصطلحات بعلم المصطلحات، هي هاي كلمة بايوستاتيك جاية منين؟ ميد فروم بايولوجي اند ستاتيك، علم البيولوجي والستاتيك راح يصير بايوستاتيك. إذا الديفينيشن هو application of statistics to wide range of topics in biology or when the data analyzed are derived from the biological science including medicine. باختصار in briefly application of statistics in biology and medical science so it specific science هذا البايوستاتيك، إذا هو specific للمجموعات الطبية. While the term of statistics considered general science بينما ستاتيك جنرال للبنك للاجريكلتشر مثل ما قلنا قبل شوي لكل شيء. نيجي على الميديكال ستاتيك، شنو فرقه عن البايو ستاتيك؟ هو سب برانش فروم بايو ستاتيك، اذا هو تخصص دقيق من البايو ستاتيك. وين يوز ان بيور هيلث ميديكال ساينس سبيشال ان هوسبيتال اند بي اس سي سنتر. سو وي هاف تو تايب اوف ستاتيك، ديسكريبتيف اند انفرنشال مثل ما قلنا قبل شوي. نجي على descriptive statistics use the data to provide description of the population. شلون هاي description؟ من خلال numerical calculation percentage table or graph. مثال عليه حطيتكم قبل شوية distribution مال كوفيد 19، توزيع المرض بالعالم، يعني مثل ما شفنا يعني الجداول طلع اكثر نسبة اعتقد الاولى بالعالم، يعني الناس المصابين اعتقد امريكا تجي بعدها، يمكن الهند تجي بعدها، ما اتذكر يا دولة تجي. فشلون عرفنا؟ عن طريق البرسنتج وعن طريق الارقام، هذا كله يسمونه ديسكريبتيف ستاتستيك. عدد المصابين هم ميل فيميل، عدد المصابين من الكوادر الطبيه، هاي كلها ديسكريبتيف ستاتستيك. الانفرنشال ستاتستيك ميك انفرنس اور ميكينج ديسيجن اند بريدكشن اباوت بوبوليشن هيلث كونديشن، مثل ما اعطيتكم مثال قبل شويه، ميك ديسيجن اباوت بوتنسي اوف فاكسين يوز، نعطي قرار يا لقاح هو قوي ونستخدمه وما بي تأثيرات جانبية وفعال، وحتى ناخذ ببالنا الجانب الاقتصادي أقل سعر على مود نلقح به البوبوليشن. فهذا هنا يدخل ب انفرنشال ستاتستيك لأن قرار بي. نيجي هنا there are three major type and application of descriptive statistics. نيجي على descriptive statistics، احنا قلنا عندنا نوعين descriptive و analytic. descriptive هم بي ابلكيشن بي ثلاثة ابلكيشن، 3 ميجر هنا طبعا اكثر بس الميجر هنا ثلاثة ابلكيشن، كذلك هم الاناليتيك، بس الاناليتيك هذا ناخذه بعد ما نكمل الديسكريبتيف. فشنو الابلكيشن مال الديسكريبتيف راح ندرسه بالمحاضرات اللاحقة. الشيء الاول ميجر اوف فريكونسي اوف هيلث ايفنت، هاي شلون نشوفها؟ خلال نحسب كاونتينج او برسنتج، هاي نسويها بجدول. الشيء الثاني ميجر اوف سنترال تيندنسي of health event من خلال نقيس المين والميديان والمود، الوسط والوسيط والمنوال.
الشيء الثالث المجر اوف ديسبيرشن، هاي كلها طبعا ديسكريبتيف ستاتستيك اوف ديسبيرشن اور فاريشن اوف هيلث ايفنت، من خلال نقيس الرينج فاريانس ستاندرد ديفيشن ستاندرد ايرور بيرسنتل رانك اند كوارتل رانك. all of the finding measure، هاي كلها المجر هاي are descriptive statistics. نيجي هسه شنو الغرض من الاحصاء، احنا ليش ندرس الاحصاء؟ aims aims of statistics، اول شيء او البايو statistics data collection and then reduction on health event. يعني احنا الهدف من الاحصاء هو نختزل الداتا اللي جمعناها. شلون نختزلها؟ يعني احنا قسنا على سبيل المثال فد ألف مريض عندهم خلينا نقول سيرم أو ليبيد بروفايل، فد ألف مريض، واحد طلع 260، واحد طلع 250، واحد طلع 220، واحد طلع 120، واحد طلع 110، واحد طلع 500، واحد طلع 800، وهكذا. هذول كلهم إذا نريد نقارنهم بين محافظة ومحافظة أو دولة ودولة ثانية أو قارة وقارة ثانية، ما نقدر نقارن واحد بواحد، لا صعبة. فنطلع المين ريدكشن، نسوي للداتا المين مال هاي الدولة أو المحافظة مال دولة كلهم المين برقم واحد، ونقارنه ويا المين ويا المحافظة الثانية، ونقارنه ويا المين مال الدولة الثانية أو القارة، بالتالي نشوف يا دولة أو يا قارة أو يا محافظة هي أعلى بها نسبة جولستر. كذلك أكو مثال ثاني المين ويت، نطلع الويت مالت المين، نطلع رقم واحد مال الويت مال المجموعة اللي أخذناها. الشيء الثاني بالايم هو evaluation rule of chance since statistics can cancel the rule of chance in research. احنا دائما بنسوي ريسيرش قسم من النتائج مالتنا تطلع يجوز باي تشانس، زين هنا لازم ندخل الاحصاء، هنا الاحصاء يلغي لنا الرول اوف تشانس بالنتائج مال الريسيرش، فمهم هنا الاحصاء. والشيء الثالث الاحصاء بي المهم سامبلنج العينه، وشون نعمم العينة على المجتمع كله برا ما ندرس العينة. So advantage، شنو الفائدة بهالحالة؟ professional and personal wide use، يعني استخدام اما يكون شخصي او يكون مهني محترف، يعني اكو هواي ناس مهنيين بالاحصاء واكو ناس هواة، فهاي الشيء الاول advantage مالته. الشيء الثاني carry out a research، ننفذ البحوث عن طريق الاحصاء، طبعا ما نقدر نسوي بحث بدون احصاء. كذلك evaluate publish article، وكذلك نقيم اذا تجينا بحوث، مو بس نسوي بحوث وندخل بها الاحصاء، كذلك نقيم البحوث. اذا تجينا بحوث شلون نقيمها؟ عن طريق الاحصاء المشتغله الباحث. نجي هسه على الابلكيشن، شنو تطبيقات البايو ستاتستيك؟ هسه واحد يسالني يقول هسه الاحصاء هو شنو فائدته بالطب؟ هسه راح نشوف شنو الابلكيشن مالته. الابلكيشن مالته كلش هوايه، لا تعد ولا تحصى، فراح نشوفها واحده واحده هسه، وراح نشوف شنو أهمية الإحصاء في المجال الطبي أو المجموعة الطبية. أول شيء to measure the health state of the community and identify its health problem، نشوف نقيم الوضع الصحي بالبلد عن طريق الإحصاء. شو نقيم الوضع؟ مثل نعرف إيش قد نسبة السكري بالعراق، إيش قد نسبة السكري بالسعودية، إيش قد نسبة السكري بأمريكا، يعني هاي كلها يسموها عن طريق البرسنتج أو عن طريق اسمه incidence of disease، هاي كلها إحصائيا. زين هسه بالعراق حاليا مثال نسبة السكر، يعني لما طلعتها وزارة الصحة تقول 10%، هي حقيقة 10% رقم هذا قليل، هو لأن اكو ناس ما مسجدة عندها مرض بس ما مسجدة هي ضمن مركز صحي أو ضمن مستشفى، بالتالي هي رونج بيرسنتج، بس هو هذا بالإحصاء تعرفه عن طريق الإحصاء. الثانية to compare health condition status of community with other، مثل ما قلنا إذا نريد نقارن الخدمات الصحية ياهل على بأمريكا بالعراق بالسويد بدول الاسكندنافية باليابان، هو شافوا أكثر خدمات صحية ونسبة وفيات قليلة شافوها بالدول الاسكندنافية حتى أحسن من أمريكا، هاي كلها عن طريق الإحصاء، عن طريق نسبة الوفيات، عن طريق نسبة الشفاء وهكذا. زين فور بلانينج اوف هيلث سيرفيس، شلون نقيم الخدمات الصحية المقدمة للمريض؟ هو عن طريق الإحصاء طبعا. for evaluation of health service، هاي مكررة. for estimate there is future need، يعني على مود نخمن ايش نحتاج بالمستقبل عن طريق الاحصاء، مش نحتاج يعني من ادوية من من
شلون نقول مستلزمات طبية. زين فور دوينج ريسيرش، على مود نعمل بحث. ايفالويت الليترشر يعني تقييم البحث. ابلاي ستدي بريزلت تو بيشنت كير، وكذلك عن طريق الاحصاء نطبق النتائج ضمن المريض، عناية المريض. زين هنا انتربريت فايتال ستاتستيك، يعني شلون هنا عن طريق الاحصاء اذا سامعين بالسنسس داتا، هاي هي تعداد السكان اللي يصير كل 10 سنوات بالعالم ومنها العراق. هسه حاليا متوقف التعداد السكاني بسبب الظروف الامنيه، بس كان قبل كل 10 سنوات يصير اخر تعداد، اعتقد صار بال 97 اعتقد او 98 ما اتذكر، 1998 القرن الماضي. فهذا يعطيك فايتال ستاتستيك، يعطيك كل شيء، الولادات، الوفيات، الاعمار، الاعمار الاطفال ايش قد، اعمار الفيميل ايش قد، اعداد الميل ايش قد، اعداد الفيميل ايش قد، هاي كلها عن طريق الاحصاء. اندرستاند ابيديميولوجيكال بروبلم، شلون اندرستاندينج ابيديميولوجيكال بروبلم، شلون تفتهم المشاكل الصحيه مثل الكنسر، الكنسر شلون تفتهمه، مثل الكنسر هو مرض خطر، او الهايبرتنشن او اسكيميك هارت ديزيز، عن طريق الاحصاء. انتربريت انفورميشن اباوت دراجز اند ايكوبمنت، تاخذ عن طريق الاحصاء معلومات كامله عن الادويه وكذلك المستلزمات الطبيه. يوزنج دايجنوستيك بروسيجر، استخدام شلون نقول الدايجنوستيك بروسيجر هي الطرق التشخيصيه هم عن طريق الاحصاء. بينج انفورمد يعني انفورمد معلومات عندك جوا يدك يعني عن طريق الاحصاء عن تخصص الطب طبعا. ابريزنج جايد لاين اند ريبورت ثرو تشيك ليست، هاي هنا اهم تقييم، تقييم هي الوضع الصحي بشكل عام عن طريق قائمه التشيك ليست عن طريق الاحصاء. ايفالويت سيدي بروتوكول اند ارتكل، البحث قبل ما يجرى اكو في شيء يسمونه بروتوكول، انت تقيمه احصائيا هذا قبل ما يجري البحث، على مود تقول هذا يستمر البحث او ما يستمر. واخر شيء بارتيسيبيت ان اور دايركتلي ان ريسيرش بروجكت، المشاريع البحثية. استخدامات الاحصاء هي هاي قلنا كلش هواية، من ضمنها هي المشاريع البحثية. زين باختصار يعني هذا الحكي كله اللي حكيناه هسه، تشوفون هاي النقاط هواية هي، بس باختصار باختصار جدا، ال ان بريفلي ابلكيشن يعني البايوستاتستيك هو ابلكيشن ان اول فيلد، كل المجالات سبيشالي ان ريسيرش فيلد. هسه احنا نشوف كل ساعة كلمة ريسيرش تجينا، هو العالم كله قائم على الريسيرش. يعني هسه هاي كوفيد 19 العالم كله دا ياخذ يسوي ريسيرش على يا باكسين، هو صار سنة تقريبا نشتغل يا باكسين هو افضل، يا باكسين هو الفعال، يا باكسين يعني يستخدمونه، فكلها هي ريسيرش حقيقة، او اغلب الاحصاء يستخدم بالريسيرش عن طريق الريسيرش، راح نعرف يا باكسين هو الافضل ويستخدم حاليا في علاج الكوفيد 19. اشكركم لحسن الاصغاء، حقيقة طلعت عليكم هاي المحاضرة، بس هي هاي محاضرة بسيطة ومدخل للاحصاء الطبي، وان شاء الله المحاضرة الثانية راح نعطيكم على الداتا وانواع الداتا وشنو الفرق بين الداتا والانفورميشن وكذلك الفاريبل. شكرا جزيلا.